بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور محمد عيد، ماجستير اورال هيستولوجي دنتشن قصر عيني، معيد سابق في الام تي اي، ماجستير اداره اعمال بالاكاديميه البحريه، وصاحب عيادات ياقوت دنتال سنترز. شكرا. يلا بينا بقى ناخد فكره عن ماده الدنتشن. يلا بينا هناخد جوله سريعه عن ماده الدنتال اناتومي. بتتكلم ايه عن ماده الدنتال اناتومي؟ احنا طبعا سنه اولى طب اسنان، هناخد مواد كتيره جدا ليها علاقه بطب بشري، وهناخد ماده واحده بس ليها علاقه بطب اسنان. هي ايه الماده دي؟ هي ماده الدنتال اناتومي. طيب بتتكلمي على ايه يا دنتال اناتومي؟ انا بتكلم في الاول على يعني ايه اسنان، ويعني ايه فك فوق، ويعني ايه فك تحت، وبناخد جوله في الاورال كافيتي او تجويف الفم بتاعنا. اول كام شابتر، اول شابتر اسمه شابتر الانترودكشن، بنتكلم فيه عن معلومات عامه كتير، مصطلحات علميه بناخدها علشان نقدر نتابع في كل السنه. طيب تاني شابتر، من اول تاني شابتر بنبدا نتكلم على الاسنان. طيب هناخد كل سنه، ايوه هناخد كل سنه منفصله لوحدها، وهناخدها من جميع الجوانب، يعني من الجنب اللي قدام ومن الجنب اللي جوه ومن كل جوانب الاسنان. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ علشان انت كدكتور اسنان محتاج تبقى عندك خلفية كبيرة جدا عن كل سنة شكلها ايه، ومين السنان اللي اكبر من مين، وايه فايدة السنان، لانه ربنا مش خالي الاسنان كلها شكل واحد، وبما انهم اشكالهم مختلفين اذا اكيد في وظيفة او حكمة من وراء ان احنا يبقى كل سنة ليها شكل منفصل. طيب في المادة دي الناس كتيرة جدا السنين اللي فاتت كان بيبقى عندها أزمة في حفظ الأسنان، خصوصا ان انا قلت لك هناخد كل السنان، واحنا طبعا عارفين من قبل ما نخش طب أسنان ان احنا عندنا 32 سنة ودرس. طيب هناخد يا دكتور 32 سنة ودرس؟ ايوه، ولكن انت لو خدتهم بمنتاليتي ان انا هذاكر 32 سنة ودرس، صدقني المادة هتبقى بالنسبة لك صعبة جدا. المادة ليها مفتاح، ومفتاحها ان احنا نقعد نشوف ايه الحاجات المشتركة اللي نقدر ناخدها في جميع الاسنان. طيب وطبعا دي بتيجي باي اكسبيرينس، بتيجي بالخبرة. طيب هي المادة يا دكتور سهلة النجاح فيها ولا صعب؟ المادة سهل ان انت تقفلها. يعني اقفلها يعني اجيب الفول مارك وانا مرتاح، مش هجيب الفول مارك كمان وانا متعذب. السنة اللي فاتت لو تعرفوا زمايلكو هيقولوا لكم انه كان في ناس بتاخد عندنا كورس، ومش بشكر في نفسي او حاجه، بس كان في ناس بتاخد عندنا كورس قدروا يقفلوا امتحان الفاينل وجابوا الفول مارك في امتحان الفاينل، وفي ناس منهم جابوا الفول مارك في امتحان الفاينل وكانوا مقفلين من اول السنه، يعني كانوا درجاتهم حلوه اوريدي من اول السنه. فاللي كان واقع من اول السنه وجي خد معانا في الفاينل، الحمد لله بفضل الله قدر ينجح وقدر يجيب جريد كمان في الماده دي بعد ما كان فاقد فيها الامل. طيب علشان نجيب جريد فاحنا محتاجين في مادة الدنتال اناتومي نبتدي من اول يوم الحماس يكون بيرفكت، داخلين بحماس جدا عشان نفهم كل المواد بما فيها الدنتال اناتومي. بس اللي بيحصل ايه؟ ان احنا حماسنا بيجي في النص بيقل، بحس بصعوبة فابدأ اكسل واقول انا مش هذاكر، انا مش هعرف اعمل حاجة. طيب عايز اقولك انه لما تيجي تفقد الشغف بتاعك وتفقد الحماس، افتكر دايما ان احنا عندنا في الدنتال اناتومي المادة متقسمة لكلاس وورك، يعني في جزء منها نظري وجزء منها تاني براكتيكال، وجزء في الاخر خالص اورال وفاينل. يعني انا امتحن اورال، همتحن اورال او حاجة اسمها اورال شيت، يعني يا دكتور يقعد معاك يسألك في اللي انت كنت بتاخده طول السنة، يا اما يمتحنك في شيت. طيب والفاينل، الفاينل هي ورقة الاسئلة اللي في الاخر. امال يعني ايه براكتيكال ويعني ايه كلاس وورك؟ واحنا في مادة الدنتال اناتومي فيها عملي؟ طبعا فيها عملي، والعملي بتاعنا هيبتدي ايدك تشتغل على السنس بتاع ازاي امسك سكينة نايف وابدأ انحت الاسنان. طب هو احنا ليه بنعمل كده؟ علشان اللي احنا بناخده نظري في الكلاس وورك طول السنة نبدأ نطبقه عملي، فالمعلومة تثبت معاك اكتر واكتر. طب احنا هنعمل كارفينج او نحت لكل الاسنان؟ لا، احنا نعمل في الترم الاول عدد معين من الاسنان، وفي الترم الثاني عدد معين من الاسنان. والموضوع صعب؟ الموضوع مش صعب خالص. طيب هو بس كارفينج؟ لا، كارفينج وحاجات تانية كتير، ان احنا ننحت السنة او ان احنا نزود على السنة بشكل معين بحيث ان احنا نعمل درس متحضر كويس. طيب
اول ما تيجي زي ما قلت لك تفقد الشغف، افتكر ان دايما في امتحانين في الاول، واحد ميد تيرم 1 واحد ميد تيرم 2. الميد تيرم 1 بيبقى في نص السنه بس في نص الترم الاولاني، والنص ده مش معناه ان هو في نص الترم الاولاني، هو بيبقى في التلت بالظبط، يعني بعد شهر شهر ونص هيبدا الميد تيرم يتعلن عنه ويقول لك يلا تعالى ذاكر. طيب الميد تيرم ده درجاته من كام؟ الميد تيرم درجاته من 10 درجات، وميد تيرم 2 كمان 10 درجات. طيب حلو قوي. ال 10 درجات دول هيجي معاهم درجتين ونص شيت ودرجتين ونص كويز. يعني انت هتمتحن كويز بدرجتين ونص، وهتمتحن او هتاخد شيت او الكتاب بتاعك تخلصه بدرجتين ونص، كده 15، ونفس الكلام في ميد تيرم 2. طيب حلو قوي. اللي بيكون ميعاده امتى؟ ميد تيرم 2 بيكون في نص السنه. براكتيكال بتاعنا برضو عدد الجريدز بتاعته او الدرجات بتاعته 15، والبراكتيكال في الميد تيرم 2 15، الاورال 15، الفاينل 75 درجه. طيب علشان تحسب دول 15 و15 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 هيطلعوا 30 60 75. فاحنا نص السنه كلها او طول السنه نشتغل في نص الدرجات، وفي اخر السنه في بالك من الدرجات. فانت قدامك فرصه هايله جدا انك لو عايز تقفل هتهتم بالاول، وطبعا لو اهتميت باول جزء في السنه هتقدر تقفل الفاينل، ولو انت واقع في جزء من دول بس مش واقع في كله ان شاء الله هتقدر تلحق نفسك في الفاينل. لكن نصيحة شخصية مني، في ناس كتيرة جدا بتقع في المادة دي بسبب انه بيستسهل الموضوع وبيجي يقول انا هلم في الفاينل، ويبقى عايز في الفاينل عدد درجات كبير جدا ممكن ما يعرفش يحصله لانه مش قادر يلم طول السنة على بعضها. فشدوا حيلكم وربنا معاكم، المادة سهلة وبسيطة، وان شاء الله نتقابل على خير، واشوفكم ان شاء الله بخير باذن الله. سلام عليكم.